جزرات حلقات، وعندي 3 كوبايات ميه مثلجه وربع كوبايه سكر بس كده، مش هحط عليه اي اضافه تانيه. حابين نحط عليه شويه برتقان او حاجه ممكن، مش حابين يبقى هنستخدم ال4 جزرات وال3 كوبايات الميه المثلجه عليهم ربع كوبايه سكر اهو. بصوا الشكل ده كده عليه. الميه بالشكل ده والسكر، وهضرب في الخلاط، مش هعمل حاجه تانية غير كده، هضرب كله في الخلاط. انا بس عايزه شويه ميه كمان، حطيلي شويه ميه كده من فوق، دول ما كانوش 3 كوبايات قوي وبس. ونبدا نصبه، ممكن نصفيه، حابين نصبه كده براحتنا خالص. هات لي كوبايه هنا ونبدا بقى ناخد التطبيقات بتاعتنا. شكرا.